خدمات مصرفية شخصية داخل وخارج بلد إقامتك، سحب نقدي من صرافاتنا الآلية عبر المنطقة بعمولة مخفضة أثناء السفر، فتح حساب خارج بلد الإقامة بإجراءات سهلة وميسرة، قروض سكنية للمغتربين لامتلاك منزل في البلد الأم. السحب النقدي في الحالات الطارئة من فروعنا أثناء السفر. الاطلاع على أرصدة وتفاصيل الحسابات لدى البنك العربي في أكثر من بلد من خلال شاشة واحدة عبر خدمة عربي أكسس. خدمة شخصية لعملاء برنامج إليت عبر فروعنا الإقليمية. عربي بلا حدود، خدمات مصرفية شخصية ترافقك عبر الحدود.